فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تكون كيفية صلاة الخوف في الوجه الثاني إذا كانت صلاة المغرب؟ نعم، كيف تكون كيفية صلاة الخوف في الوجه الثاني إذا كانت صلاة المغرب؟ نعم، يصلي في الطائفة الأولى الركعتين الأوليين، ثم الثانية تدرك معه ركعة، الركعة الثالثة وتأتي بركعتين بعدها، نعم، تكمل صلاة المغرب. نعم، الطائفة الأولى تصلي معه الركعتين الأوليين، ثم تقوم وتأتي بالثالثة لنفسها والإمام يثبت، تأتي الثانية وتصلي معه الركعة الباقية ثم يثبت هو جالسا، وتأتي بركعتين لتكمل المغرب. نعم.